سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعيني الأوفياء، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم جيدة. اليوم وكيف ما عودتكم حال ديما، كل نهار قصة جديدة. ولكن اليوم قبل ما نباشروا بسرد القصة ديال هذا النهار، حبيت أنني نتأسف لبعض القنوات اللي تم توقيف الربح من عليها. هاد القنوات هادو من بيناتهم قناتي أنا اللي هي قناة سمح حكايتي الرسمية. اليوم صراحة أنا حزينة جدا لهذوك القنوات اللي عندهم هاد المشكل هذا. القنوات اللي عارفة أنا لحد الآن عارفة عندهم هاد المشكل هما قناة قصتي حكاية اللي هي قناة ديال شهرزاد، اللي كنت أسف ليها وتأسفت ليها في الخاص، وكنت أسف ليها هنا وكنقول ليها الله يفك وحيلك يا ربي وحيلي معك. كذلك القناة ديال الأخ سفيان ستوريز اللي ولدي واحد من المدمن على ديك القناة هذيك، تبارك الله عليه، حتى هو كيخدم وكيدير مجهود جبار، كنت أسف له كذلك وكنقول له خويا الله يعوضنا خير وصافي. وقناة كذلك ديال الروايات ديال الأخت قصي، حتى هي مسكينة كانت خدامة على راسها ما بها ما عليها، وحتى هي واقع لهذا المشكل، ولكن أنا ما كانش في خباري. وبطبيعة الحال كنت أسف لراسي كوني أنني أنا تسدت علي نفس الباب اللي تسدت عليهم، وأنا عندي مشكل وراني كنقلب على الحل. فكنتمنى من سيدي ربي يا ربي، وهذا النهار ديال الجمعة يا ربي، إلا ما فك ربتنا يا ربي وفرحنا من تاني وجديد. لأن الإنسان صعيب أن واحد البيبة كنتي كترزق منها الله حتى كتلقاها تسدت في وجهك، ولكن حاشا ولله أن الله سبحانه وتعالى كيسد بابه. معمر ربي كيسد علينا بيبانه إلا لخير. فكنظن أن كاين واحد الخير جبار مور هذا الشيء كامل، ونتمنى سيدي ربي يعوضنا كاملين كاع الناس اللي وقع لهم هذا المشكل هذا. فسرد الحكايات بالنسبه لنا حنايا اللي كنديروا قصص واقعيين، او القنوات اللي كيديروا قصص يعني قصص مؤلفه بحال اخ ستوريز بحال قصي، يعني هذوك كيديروا يعني محتوى اللي زعما زوين وجبار وفيه بزاف ديال الوقت. وبالنسبه لي انا وقصتي حكايه، فكاينين يعني قصص واقعيه اللي كنخدموا على المشاكل ديال الناس باش كنلقاو معاهم الحلول. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله يجعل سيدي ربي في حضن هذه الجمعه يدير لنا شي تاويلد الخير. وإذا كنتو عارفين شي قناه واقع لها نفس المشكل فخليو لي في لي كومونتير، الله يجازيكم بخير. وبغيتكم كاملين ديروا يد في يد ونتعاونوا بعضياتنا، كاملين نتعاونوا، عاونونا نتوما اللي اول مره يعني حطينا حنايا هذا المحتوى هذا، كنتو نتوما الصراحه اللي تفاعلتوا معنا، هو اصلا ما كانش غادي يطلع، ولكن التفاعل ديالكم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التفاعل ديالكم طيب، فاحنا قدرنا نوصلوا لبزاف ديال الامور. وحتى دابا حنا وقفنا وطحنا، ولكن ما غاديش نلقاهم غير سيدي ربي الكريم، وانتوما اللي تهزوا بيدينا وتعاودوا توقفونا من ثاني وجديد. فماشي سهل الانسان يعاود من الاول، صعيبه لان قصتي حكايه مسكينه هي عندها مشكل تعاود من الاول. سفيان ما عرفنا شنو غادي يدير، قصي راه مسكينه ما عرفتش، ما تواصلتش معها حتى هي راه حابسه، فما عرفتش واش قنوات اخرين واقع لهم هذا المشكل ولا غير حنايا هاد الربعه. فهذا الشيء اللي عارفه الله يفك كربتنا كاملين، ونتمنى ان شاء الله يكون التفاعل معهم كاملين. سمحوا لي لطولت عليكم في البدايه، وكنخليكم مع القصه ديال مي في الطومه اللي صراحه قصه جدا مشوقه، ونتمنى انها تخفف عليكم هذا الشيء اللي قلت لكم في بدايه الفيديو. بقاو معايا حتى النهايه. السلام عليكم، انا خالتكم في الطومة، العمر ديالي 65 سنة. اليوم جيت نعاود لكم على زين السمية ديال راجلي وما دار فيا، وحتى انا بنياتي جيت نشارك معكم قصتي مع الزوج ديالي، وغادي نعاود لكم مجرى ليا معاه وكيفاش دوزت حياتي انا وياه، وكيفاش حتى ربيته وعلى خدايمه ندمته وخليته حديت على كل لسان، واللي درته فيه ما عمر شي مرا حرة غرة دارت بحالي. ما عليكم، معكم خالتكم في الطومة، غير بنت العربية. كبرت وعشت في العربية ديال النواحي مكناس، عندي 4 ديال خوتي دكورة هما صغر مني، وأنا هي البنت الوحيدة اللي كنت في الدار. ونزيدكم مي كانت كتولد وأنا اللي كنقطع ليها الحبل، وأنا اللي كنربي معها الوليدات. حيت داك الوقت أنا كانت عندي شي 13 سنة، ولكن كنت معلمة بزاف ديال الحوايج. مي مسكينة ما شافت داك 4 ديال الذكورة حتى سمح ليها الله، بحكم هي كانت كتولد وكيموتوا ليها، فايتها 5 ديال الكروش اللي طيحت حيت ما كتبوش ليها. المهم انا هي اللي كنت قايمه بالواجب ديالي مع امي الحبيبه. الحصول دوزت الطفوله ديالي غير في التمره والشقة، كنت كنسرح في الشمس والبرد والشتا. دائما خالتكم في الطومه
كنلقى المعزات ديالها في وسط الجبال. منين كيشبعوا ويمقنعوا كنطلعهم من الدار وكنمشي نشطب ليهم الكوري وكنردهم يرجعوا كنرجعهم لفحالاتهم. اللي كيتحلب كنحلبو واللي كيعلف كنمشي نعلفو، ومن بعد كنهز راسي وكنمشي للغابه باش نحطب الحطب علاش نسخنو ولا نخبزو، حيت حنا ما كانش عندنا لا ضو ولا ما ولا الفران ديال الغاز، كنا كنخبزو غير في الكانون. بحكم داك الوقت ماشي كيف ما دابا كلشي موفر، حيت حنا داك الساعه الدوار ديالنا ما كانوش فيه السكان بزاف، كان غير الخلا والقفار، الناس كانت كتضرب غير الخيام وساقرين من البرد. ما علينا خوتي، انا كنت كنشقى الشغل ديال برا كامل، من بعد كندخل للدار باش كنتعاون مع امي في الشغل ديال الدار، حيت امي الحبيبه كانت دائما مريضه وكان عندها واحد الفتق في الكرش ديالها وما كانتش كتقدر تشقى بزاف ولا حتى تهز الثقل. انا اللي كنت دائما كنخدم عليها الحاجه الواعره، الحمد لله كنت حادقه وديال تماره وما كنتش كنخليها تحط يديها في الماء البارد، وكنت يا وليداتي ويا خواتاتي ملي كنوض مع الفجر ما كنرتاح حتى كيطيح الظلام في الظلام، عاد ميمتكم كتحط راسها على المخده وكنبقى نتصنت على عظيماتي اللي كل واحد فين كيطلب مني الشرع. كثرت العيا وتماره، ما كانش عندي الوقت حتى باش نحك راسي. كنت مني كيصبح الحال وانا بالبوط ديال الميكا وما نزولو من رجليا حتى كنبغي الناس. المهم المعاناه ديالي في العروبيه كانت كثيره وبزاف، غير عطيتكم واحد التعريف عليه وصافي. الحصول انا كنت منين كملت 15 سنه جاو شي ناس عند الوالد باش يخطبوني، واكيد الوالد وافق يزوجني ليهم. الاب ديالي ما شاورني ما قال لي واش تزوج يا بنتي، واش انت موافقه على هذا الزواج، نهائيا الوالد ما خداش حتى الراي ديالي. صافي السيد جا خطب وقبل حتى ما يشوفني. انا النهار اللي عرفتهم جاو يخطبوني ما نكذبش عليكم ما تقبلش داك الزواج ورفضته بشراسه وقلت ليهم لا ما بغيتوش، ولكن الوالد عطاهم الكلمه. ايوا انا ما لقيت ما نقول، صافي خطبوني حددوا وقتاش العرس، كنا غادي نتزوجوا غير زواج الفاتحه وصافي، ولكن الحمد لله ربي دار مسلك ديال الخير، الناس بدلوا الراي ديالهم في اخر لحظه. انا ملي سمعت داك الزواج ما بقاش منه فرحت توترت بالفرحه، حيت اصلا ما كنتش باغيه. ايوا هي هذيك، انا بقيت على تماره والتكرفيس ديالي ما بين السرحه والتشطاب والحليب، وخوتي كانوا كيكبروا قدامي شي حازمه وشي هزه. من بعد ما مشات ثلاثه ديال السنوات بحياتي جاوني عاوتاني الخطاب، وهاد المره جاو يخطبوني شي ناس من المدينه، صراحه ما كنتش كنعرفهم وحتى الاهل ديالي ما كيعرفوهمش. هاد الناس اللي جاو يخطبوني كانوا غير شي ناس من القبيله ديالنا كيعرفوني ونعتوني ليهم، وجاو باش يخطبوني لولدهم. وانا هاد المره كنت باغا نتزوج ونعمر على راسي، بالخصوص انا من عرفتهم من المدينه، واخا هما كانوا قالوا لينا بلي السيد كان مزوج وطلق مراته، انا ما قلت والو بالعكس وافقت نتزوج به. صافي هما من بعد كانوا جاو عندنا للقبيله ديالنا، جابوا معاهم اللي كتب الله وجاو لعندنا للدار، وكانوا قالوا للوالد ديالي راه ولدنا كان مزوج قبل وطلق وطلق. الوالد سولهم قال لهم زعما علاش هو طلق من مراته، واش كان بيناتهم شي مشكل ولا شي حاجه. هما قالوا ليها ودي البنت كانت مفشه اكثر من القياس ومخنته علينا وما عندها دراع، وزيد هي مصلحاتش ليه وماشي ديال الزواج، غير واحد الخفيفه منها ما كاين، وهادشي علاش طلقها. الوالد قال لهم سيدي اللي فات ما تندفنوه، وانتم مع بنتي في الطومه ما غتلقاو حتى شي مشكل. البنت راها بدراعها ومعقله ودخلة سوق راسها وزينه وبنت الدار. صافي الوالد عطاهم الكلمه وافق يزوجني ليه. ايوا انا كنت فرحانه، قلت يا سعدك ويا فرحك يا فطومه، ربي قاعد ميمونك وسهل عليك بولد الناس من المدينه. صافي توكلت على سيد ربي وتزوجت به، ودرنا غير زواج ديال الفاتحه حيت كان باقي ليا 6 شهور باش انا نكمل السن القانوني ديال الزواج. ايوا هي هذيك، دار ليا الوالد العرس ديالي اللي كان كبير وزين، درنا عرس على حسب العادات والتقاليد ديال زمان. داك الوقت كنا كنديرو داكشي اللي بسيط وزوين. من بعد الناس جاو داوني من العروبيه للمدينه، وكنت مشيت معاهم للمدينه الكبيره، رحت لبنيتي للدار البيضاء. الحمد لله العرس داز كلشي مزيان وكلشي بخير وعلى خير. ايوا من بعد ما دخلت البيت الزوجيه ديالي غادي نصبح صباحي مع راجلي بحالي بحال جميع البنات،
كل شيء كان هو هذاك، وكنت فرحانة براسي، وحتى راجلي كان فرحان بيا. دوز 7 أيام وأنا في بيتي، ما كان دخل ما كان خرج، ما شفتهم حتى داز 7 أيام، حيت زمان كانت الحشمة وأنا كنت كنحشم من شيخي وعدوسي بزاف. ما علينا، النهار السابع أنا داروا لي الحزام ديالي وحزموني ورزموني وفرحوا بيا. من بعد طلعت شفت الوالدين ديالي، دوزت معاهم داك النهار، جات لداري باش نبدا حياتي مع راجلي وناسي. الصراحة من الأسبوع الأول وأنا في المشاكل مع الأهل ديالو، حيت كانت عندي واحد لوسي من نار تحت التبن، كانت كبر مني وما مزوجاش، أما واحد عكوسي كانت قبيحة 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 فوق بزاف، وكانوا كيتعاملوا معايا خايب وبزاف، حيت أنا في الأول ما كنتش كنعرف نخدم الشغل ديال صحاب المدينة، حنا خدمتنا فرق بزاف عليهم. هما اللي كانوا كيشوفوني ما كنعرفش كيبقاو يحشيو فيا في الهضرة. مثلا الا شديت غير الشطابه ديال العمود وبديت كنشطب بها، كتبقى لوسي كتضحك عليا وكتقول الام ديالها شوفي شوفي امي في الطومه على الشطاب كدير، وكتبقى كتمسخر عليا وتقلل مني. دوزتي كتقول ليها ولي هي بعدا مولفه بديك الشطابه، ياك هما كيشطبوا غير بالشطابه ديال الدوم، وعاد عاد لا شطبوا بها، وكيبقاو يضحكوا عليا. تصوروا مني كنت كنمشي نصبن كانوا كيعيبوا عليا التصبين، وكيقولوا لي انت مراكيش في الواد باش تصبني هاد الصابون بحال هكذا. المهم الشغل اللي كنت كنديرو كيعيبوه عليا، انا كنت كنرد غير على عويناتي، وكنت كنبقى نبكي نبكي نبكي. اما حتى الراجل كنت كنحس به كيجي معاهم، هو غير واحد بودينا والريح اللي جا كيديه الحاصل وما فيه. من بعد شهرين طلعت حاملة ببنتي الأولى، واخا كنت مريضة وجاني الوحم ديالي قبيح ما كنتش كنروح، والنهار وما طال وأنا واقفة على رجل وحدة، بحكم كانوا عندنا بزاف ديال العيال وكنا ساكنين 6 ديال النفوس بينا في دار وحدة. شيخي وعدوزي وراجلي وأنا جوج الويساتي، إيوا خالتكم في الطومة مني كانت كتنوض في الصباح وأنا في الكوزينة، هما ما كانوش كيحطوا يديهم معايا في الماء البارد، وكانوا حاسبيني بحال الخدامه ديالهم ماشي مرت خوهم ولا مرات ولدهم. وقد ما انا كنصبر معاهم وانا كناكل في العصا غير بوحدي، هما كانوا ضاربين الدنيا بركله، اللي كتقرا راهي كتقرا، واللي خدامه كتمشي تخدم خدمتها. عدوتي كانت غير كتاكل تخرج تجمع مع الجارات برا، وانا كلشي مني نحط الماكله ولا حطيتها كيبقاو يتمسخروا عليا وكيعيبوا عليا طيابي. ايوا واحد المره كنت طيبت ليهم العشاء وكان جا شويه مسوس، ايوا شيخي غير دق داك المرقه جاتو ناقصه من الملحه، نوض كيخاصم عليا قال العدوسي من اليوم انت اللي غتبقاي طيبي لينا الماكله، واش من نهار زوجتي ولدك حنا كناكلوا المسوس، واش حنا جنون ولا كيفاش. المهم ما خلاش غير على فمو قالو، انا حطيت الشدق من يدي دخلت لبيتي وبديت كنبكي. راجلي غير شافني دخلت جا تبعني وبدا كيسكت فيا ويصبرني، قال لي ما تديش عليه ما تديش عليه با راه مريض وعصبي وانت زعما مولات العقل، وزيد انا ما قلت ليك والو. ايوا انا بكيت حتى شبعت، من بعد نط نعست بالجوع الليل كامل ومصاني كيغوتو بالجوع الجوع، وهما زندوها وناضوا نعسو. في الصباح مني نفقت لقيت الكوكوط ممسوحة ما فيها حبة ديال البطاطا هي الأخرى، هادو غير اللي ما عجبهمش العشاء قالك وجاهم باسل. إوا أنا اللي جبتها في راسي، دخلت لبيتي جلست بلا عشاء. ما علينا، بقيت في المعاناة ديالي معاهم. من بعد ما دوز داك الحمالة بخير وعلى خير سيدي ربي فيك وحالي، وولدت بنتي الأولى الحمد لله، ولدت بنتي بخير وعلى خير. من بعد الولادة ديالي راجلي ناض عقد عليا حط بنته في الحاله المدنيه، من بعد بقيت عايشه حياتي معاهم عاديه، مره متصالحين مره مدابزين. من بعد اشهر لوسي الكبيره كان سهل عليها الله وتزوجت ومشات لدارها، انا حتى تزوجت هي ومشات بحالتها عاد ارتاحت شويه وتهنيت ولقيت راحتي، حيت هي اللي كانت كتحرش عليا الام ديالها. نهار تزوجت المشاكل ما بقاوش عندي مع ناسي بزاف، ايوا وليت ديها في راسي وبنتي وفي راجلي. المهم كنت مزيانه عايشة بخير وعلى خير، ولكن مع كامل الأسف داك لوسي ما دوزت حتى عام ونص مع ناسها، حتى كانت طلقات ورجعت لعندي. إيوا حلفت فيا باش كيف ما طلقت هي حتى أنا طلقني من راجلي. المهم السيدة منين رجعت وهي دايرة لينا المشاكل في الدار، كانت النهار بطول وبعرض وهي كتحرش عليا في الأب والأم ديالها اللي ركزوا عليا بزاف، وليت اللي قلتها حسبوها عليا، واللي درتها حسبوني عليها، ولاو حاطين عليا الصغيره قبل من الكبيره.
صافي الدار ديالنا ما بقاش فيها الهنا وما بقاش فيها راحه البال، غير نكير والطيخ والزعف. منين كيصبح الحال يا وليداتي حتى كتمسي العشيه وهما كينكروا عليا. انا واخا هكذا كنت صابره عليهم، كنقول دابا سيدي ربي فرجها عليا. وحتى لواحد النهار هو يبقى واحد النقاش بيني وبين داك لوسي. هاد المره هي طوالو ليها يديها وطماطاتني من شعري ونتفاتني، دخل راجلي لقاها شاده ليا في شعري وكتجبد فيا وكتعاني، وانا كنغوت على ما في جهدي وكنقول ليها طلقي مني. هو مني شاف اختو غلبات عليا جابتو النفس عليا وناد ضرب الاخت ديالو وخصم عليها على قبلي انايا. جاو هما ما رضاوش يضربها زعما قدامي وعلى ودي. الام ديالو قالت لي قدر شانك تضرب اختك، منين بغيتي تضرب ضرب الكلبه اللي حداك ماشي تضرب اختك. ايوا هي هذيك ابقات عليه بالهضره، مراتك ما كتاكلش العصا وهادي. راجلي ما قال لهم والو، خلاهم يتقاطروا في سمهم. منين جا شيخي عمروه عليا وحتى على ولدو بالمزيان. ناض هو زعف عليه قال له علاش تمد يدك على اختك على قبل مراتك، كون ضربتي مراتك ما تضربش اختك. المهم تزيدوا في الهضره. من بعد قال له هز عليا بزك وخوي ليا من داري، انا ما عندي ما ندير بالصداع والنكر ديال بونسوان. صراحه فرحت وعجبني الحال مني قالوا هز عليا راسك وخرج عليا. على الاقل على الاقل يا وليداتي غادي نتهنى منهم. اللهم نمشي نسكن في عشا ولا في كوري ولا في كوري وما نبقاش معاهم في دار وحده. ايوا الغد ليه هزيت بنتي مشيت طلعت للعربيه عند والديا وهو خليته كيقلب لينا على شي دار الكرا. فعلا ما جينا نكملوا يومين حتى كان كرا لينا واحد الدار على قد الحال وعلى قد الجيب. هزني انا وبنتي وداني لداري، الحمد لله على الاقل تهنيت منهم ومصداعهم. ايوا من بعد ما درت داري بوحدي فتحت عينيا عليها. كنت كنحاول كل مره شنو نزيد فيها، حيت حنا خرجنا من عندهم طوالين عراضين من غير الملابس اللي كانوا عندي ديالي وديال بنتي وحتى ديال راجلي اللي هزينا معانا. الحصول انا بديت مع هذا الراجل من الزيرو. غير بدات بنتي كتكبر شويه تخرجت قفطت على دراعي وشديت معاه في الصح، ما خليت فاش ما خدمت درت الميناج. كنت النهار وماطر وانا كنت قاتل على طريف ديال الخبز مع راجلي غير باش زعما نديرو بحال الناس، زعما خدمه ديال السوق وصافي. خدمت في المحلابات، كنت كندير الكوموندات ديال المسمن والحرشه. الحمد لله كانت الحياه ديالي غاديه انا وراجلي مزيانه وكنا غاديين درجه بدرجه حتى بدينا كنحققوا في الاحلام ديالنا. انا كنت عايشه مع راجلي في واحد الجو اللي زوين، واخا الصراحه بنادم كان غير كيتقاتل مع الزمن، ولكن الحمد لله ما كان خاصني معاه والو. على الاقل كان داك التفاهم وداك الحب الكبير والدفء ديال العائله. راجلي كان معايا مزيان ومهلي فيا. من بعد سنوات ديال التمره والتكرفيس ربي فتح لينا ابواب الرزق من عنده. كنا غير كارهين بيت وكوزينه، شويه رهنا واحد السفليه. من بعد الله عطانا من عنده، درنا الدويره ديالنا حر منا، درنا واحد المشيره مناش كنا عايشين. الحمد لله قد ما تزيرت الله فتحها علينا. من بعد ما فتح علينا مولانا باب الخير جلست في داري قابلت وليداتي وحتى مول خيمتي. في داك الوقت كنت ولدت جوج ديال الوليدات اخرين وكانوا ذكوره. بقات خالتكم في الطومه كتقابل وليداتها اللي كتصيفطو يقرا كيمشي يقرا، واللي عنده الرود كنت كنوصل للرود، واللي باقي صغير كيبقى معايا في الدار. الحمد لله كنت متوانسه مع وليداتي وعايشه حياتنا بحال جميع الناس. من بعد ما مشات سنوات وجات وحده اخرى، وليداتي كبروا وكل واحد فيهم شنو دار في حياته، شي كمل قرايته شي خرج منها وهز راسو مشي يقلب على طريف الخبز شي توظف وشد بلاصتو. ما بقات معايا غير بنتي الكبيره اللي كانت هي قرات وتوظفت. انا بنتي شدت الوظيفه ديالها في التعليم وكانت معلمه. حتى لهنا حياتي كانت غاديه مزيانه والحمد لله كلشي على احسن ما يرام. الرويجل ديالي كان من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، ما عندوش مع الدور الخاوي. الحمد لله كان الله عطيه واحد راحه البال لي كبيره. من بعد بنتي كانوا جاو فيها الخطه بيخطبوا فيها، واكيد حنا ما غاديش نوقفوا ليها في الطريق ديالها مادام هي متفاهمه هي وياه صافي. ايوا جاو الناس خطبوا البنت في الدار مع الاب ديالها. من بعد هي جمعت راسها درنا ليها العريس ديالها وكنا كبرناه ليها، فرحنا بها قدام صحاباتها. بنتي حبيبتي مشات للدار ديالها وبقيت غير انا بوحدي. ولادي ما كانوش كيعمروا معايا، كل مره هما فين كاينين. من بعد كنت كنبقى غير بوحدي ولكن دائما راجلي في جنبي وقدامي. كنت اللي قلبت عليها كنلقاها عنده. الحمد لله كنا مزيانين وبخير على خير وما ناقصنا حتى شي خير، ولكن الراجل مع المده بدا كيتبدل عليا
وما بقاش مسوق ليا نهائيا. الرجل لم قابل غير الجلسه في القهاوي والدخول والخروج. من كنسول فين كرد الراجل فين كتعطل واش انا نبقى نزين فيك حتى يتنصت لي، كيقول لي راني غير هنا مع صحابي كنا كنلعبوا الضامه ولا الرامي. صافي انا كنت كنقول مع راسي الراجل كبير ما بقاتش عنده المسؤوليه ديال الدراري، خليه يشبع من صحابه. ايوا بقات اختكم ومامتكم هكذا، مره كنت كنسينو العشاء مره كنتعشى بوحدي. نهار يجيني الناس كنحط داك الطريف ديال الخبز ما ناكل كنخليه حقو تيجي، او كنت كنمشي للناس. في الاول كان كيتعطل العشرة و11 ما كيفوتهاش ديال الليل وكيدخل، لكن من بعد الرجل ولا كيتعطل اكثر من القياس، وزيد هو ولا مقابل ديك اللحيه ديالو اللي دائما مكرطه بجلد. من كنت كنشوفو ديما كيحسن والجو ديالو مبدل كنبقى نسول فيه علاش هاد الراجل وليتي ديما هز في ديك الجيلات الزغبه اللي طلعت كتزولها. كان كيقول لي حقه ما حقه غير منين كتكبر ليا اللحيه كتبقى تاكلني في وجهي، هادشي علاش ديما كنزولها. لكن بيني وبينكم يا بنياتي كنت حاسه براجلي فاق بالمقلوب، حيت انا فايته 25 سنه وانا وياه مزوجين وما عمرني شتو سيره صباطو ولا اخترف الباسو، واخا كان شاب وعاطي العين ما كان على بالو والو، كيف لبس سروال ازرق كيف لبسو احمر، كيف لبسو طويل كيف لبسو عريض، يقدر يخرج حتى بالصندله ديال البلاصي وعندو الامور عادي والدعوه سانكسانك. ولكن من بعد الراجل ولا مركز على اللباس ومقاده وزيد كشوفه في المرايه. اما ملي كيدخل للدوش كيسكن فيه كيبقى حكو فرك حكو فرك حكو فرك حتى كيدبر جنابو، ومنين كيسالي كيخرج حلو كحومر بكثرة السخانة ديال الدوش. وزيد هو منين كيسالي كيتقد كيجي عندي يقول لي يا فلانة شوفيني والله ما تعطيني عمري، ويقول لي اجي 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 وقفي وقفي معي حدا المراية نشوفو شكون اللي كيبان زوين انا ولا انتي. منين كنوقف حداه كيقول لي وليتي كتباني كبر مني، شوفي انتي قداش غلاضيتي وشرفتي، اما انا باقي شباب. انا كنت كنبقى غير كنشوف فيه ويقول لي مالكي شتك غاتاكليني بعينك، قري القران قولي بسم الله راكي غادي تعينيني. انا كنقول لي والله بقي السر. الراجل فايتني بكثر من ثلاثه ديال عفوا اكثر من سته ديال السنوات وكيقول لي انت غاديه وكتشرفي. ويه يا وليداتي وانا مازال غير صغير ومازال كنعطي العين، كنقول لي نوض تقلع من بلاصتك وبركه ما يعجبك في راسك اكثر من القياس حنيني، حنا راه عشنا اللي عشنا ولله الحمد الله يشرفنا على طاعه الله ورسوله هذا ما كاين. هو كان كيقول لي لا لا يا اختي انت اللي شرفتي وهرفتي، اما انا باقي ندك وندردك. ضحكت وقلت ليه واخا تعيا ما تصغر في راسك، راه الشيب اللي في شعرك مبينك شرفتي وهرفتي. ايوا السيد ملي قلت ليه وقر شوي بات لي في راسك، نهار داك واحد النهار مشى عند واحد الحلاق في الدرب ديالنا وطلب منو يصبغ ليه شعرو بالكحل باش ما يبقاش كيبان له الشيب. انا مني شفت راجلي صبغ دوك الشعيرات ولا كل نهار يمشطهم حدا المرايه بالساعات، ما نكذبش عليكم يا وليداتي دخلني فيه الشك بالمزيان وليت موسوسه. دائما كنت كنقول ليه انت تحلو ليك العينين على بزاف ديال الحوايج، هو يجاوبني ويقول لي ايوا الحمد لله بعدا مني تفتحوا لي عينيا، اما شحال هذه كنت عمى داكشي علاش طحت على زنافري وتزوجت بيك انتيا. انا كان كيحسب لي كيقولها غير بالضحك، ولكن مع المده غادي نكتشف بلي السيد فعلا ما بقاش معمره لي انا عينو. حتى ملي كيجي ولادي في الاعياد وكيبقاو يهضروا مع باهم على شي حاجه، مثلا واحد النهار ولدي كان قال ليه الوليد خاصك تبدل هاد الروبيني راه كيقطر بالماء، هو يقول له اوليدي خصني نبدل حتى الماء ونجيب وحده اخرى اللي تبلع الروبيني مزيان، راه ماك اللي تفورات ماشي الروبيني، مابقاتش كتقد تسد الروبيني بيديها حيت شرفات وهرفات. ولادي كيبقاو يضحكوا عليه وكيقولوا له الوليد ياك ما باغي تزوج، هو كيقول لهم ايوا ولي انا كرهت نوض حتى انا يا وليداتي ونشوف شي بنت الناس اللي تكون بيا، هانتوما وليداتي الا بانت لكم شي وحيده زوجوها لي. هو كان كيقولها غير بالملاغه، انا غير سمعت كلامه عرفت باللي الراجل ناوي عليها، اما ولادي كانوا واخدين كلامه غير بالضحك واللعب.
ايوا هي هذيك، من بعد ما مشات اشهر صافي عمكم قلب عليا القلبه ديال بصح. اول حاجه دارها هي عزل عليا فراشو، قال لي حكه بحكه تي وليتي كتشخري. ايوا يا وليداتي ما عمرني شخرت في حياتي، ولكن هو ردني شخاره اللي جعدنا للدار كيقول له فلانه كتبيتني فايق بشخيرها. ايوا نضعز الفراشو عليا، في الاول رجع كينعس في الارض وانا فوق سريري، ولكن من بعد شهر بلا حساب هز راسو بدل البيت بيت اخر. هنا راجلي نفرني وهجرني وبعد عليا في مره واحده، من نهار بدل البيت معقل عليا ولا عرفني حتى من الحقوق ديالي كزوجه، ما بقاش عندي فيها حق. الراجل ملي نهضر معاه كيبقى يخاصم عليا وكيقول لي انت شرفتي وكبرتي على هادشي، علاش الشيطان عليك يا المراه وسيري تصلي وسبحي تسبيح كره الموت غدا. كنبقى غير كنشوف فيه وكنقول لي سبحان مبدل الاحوال، وكنرجع نسمح فيه وكنخلي على خاطرو كنرجع لبيتي الناس. والله العظيم يا وليداتي الا شحال من ليله كنت كنبات نتكلف في بلاصتي وما كانش كيبغي يديني الناس، وكنبقى غير كنخمم غير في راجلي اللي تقلب عليا مره واحده. الراجل كنت منين كنقرب عنده كيقول لي كحسي لي التيسع راسي راه دارني، ولا يقول لي انا ما قادش وكيعطيني الدار ويقول لي خرجي وطفي معاك الضو. ايوا كان نوض على سعدي وعيدي وكنمشي ونخليه بوحدو حيت هو ما كانش كيبغيني نقرب منه كاع، حتى مني كنمشي باش الناس حدا كيقول لي سير بلاصتك ونعسي ما تجيش حدايا، وكيبقى يشنفر عليا ويلتق عليا في يديه ورجليه. كنت كنحط راسي وكنمشي نعس بوحدي كيف ديما. بقينا على حالنا مده، الراجل ولا بحال شي خويا تحلفوا عليه ما راجلي ولا اب وليداتي اللي عشت معاه سنوات اللي ماشي سهله، راه اكثر من 32 سنه داس على زواجي به. المهم من بعد 35 سنه على زواجي بهذا المخلوق هذا غادي نعرف باللي هو كيخوني مع البنات اللي صغارين وقد ولادو، وهيها بنيتي امينه. وكان جاني الخبر ديالو حتى للدار. واحد النهار الجيران ديالنا كانوا جاو عندهم شي ناس ضياف، داك الناس عندهم بنت في العمر ديال ولدي المتوسط تكون عندها داك 25 سنه. المهم راجلي زين السميه طاح في ديك البنت وقال ليها واش تزوجي بيا ونكتب لك الدار. انا من جات عندي جارتي وقالت لي سامعي الرويجل ديالك شنو قال البنت خويا، راه قال ليها تزوجي بيا ونكتب لك الدار. ما نكذبش عليكم بقيت كنويل وكندب، قلت لها ويلي استغفرت الله شو كتقول يا جارتي العزيزه. قالت لي كيف سمعتي الحبيبه وراكي عارفاني انا اللي عندي كنقولو، انا ما نخبيش عليك ما نجيبش من راسي. قلت لها وفين هاد بنت خوك هادي اللي باغي راجلي يتزوج بها ويكتب ليها الدار؟ قالت لي راه في الدار ديالي، راه دابا سيمانه وهي معايا. قلت ليها العري لما تديني عندها نهضر معها. قلت لي الله مرحبا والف مرحبا. ايوا مشيت انا وياها عندها سلمت عليها قلت لها بنيتي راجلي شنو قال لك؟ بدات كضحك قلت لي خالتي في الطومه راه هادي تاني مره وهو كيوقفني وكيقول لي تزوجي بيا ونكتب لك الدار. قلت لها بنيتي يمكن عمك فلان غير كيضحك معاك. قلت لي لا لا امي في الطومه، راه دائما ملي كنجي عند عمتي ضيفه وكيشوفني كيبقى يزعق عليا، وهاد المره هو راه تكلم معايا على الزواج. مهم البنت خلاتني مصدومه فيه، قالت لي ايوا عندك تمشي تقولي له انا اللي راني قلت لك، انا غير بغيت نقولها لك حيت عزيزه عليا امي في الطومه، وزيد هو راه في المرتبه ديال الوالد. بقيت كنطلع وكنزل بالالوان، جن كيطلعني وجن كيهبطني، وما رضيتش قدام جيراني اللي بقاو يتشايروا عليا. داك شارتي واحد البركه كاملنا ما كاين، الهضره كدير ليها ما نكذبش عليكم الطياره، وباينه غادي تقولها للدرك كامل. حاولت نرطب معاها ورجعت للدار ديالي وقلت مع راسي نوضي يا الهبيله ويا في الطومه، نوضي تبحسي على الراجل وجبديه عندك غير ما يعجبو حالو اكثر من القياس. ما نقولش ليكم حتى انا نوض انظر بالحاله ديالي ونتقاد ليه ونحاول نبان في عينيه زوينه. المهم نوض مشيت للحمام تحمحمت تكملت تعظيماتي، مني جيت رونت الحنه وحنيت غير راسي، صبقت من رجلاتي حتى نشفو عاد حنيت يداتي. مني قرب الرويجل ديالي يجي لبست لي واحد القميص كانت خيطاتو ليا بنتي الله يرضي عليها ويكون منها. من بعد كحلت عويناتي بالمرود بالكحول حاره
طيحت كاع دموعي اللي في عينيا. ايوا من بعد درت واحد السويكه وسوكت فمي وعطرت راسي بواحد القريعه ديال المسك وجلست كنعاين زين السميه. دابا هو جا، دابا هو دخل وتقولوا واش جا. ما رجعش للدار حتى داز العشاء في الحجه، لقاني زولت حوايجي ونعس غير سمعتو كيقرقب. نت عندو عطيتو تعشى وكنت حارفه ما نتعصب منه ما حتى شي حاجه. عطيتو كلا، بقيت كنتقرب منه ونحط يدي على كتيفاتو كنقول ليه ايوا كيف دوزتي نهار كازماني. هو كيف ديما معالي عليا شنافرو زنافرو حتى السما الفوق. الراجل قلب عليا. يوم اللي تعشى بغيت ندوز انا وياه شي ليله زعما بحال كاع الناس، ولكن ما بقاش يعني نوضي ترقدي. انا راني مت. قلت ليه كيفاش متي؟ قال لي صافي انا تفوريت ما بقاش فيا الجال، الموطور مشى. قلت ليه يموت عداك كل ما يبغيك يا الحبيب ديالي. بدا كيحلف ويعطي القلبو ويقول لي والله العظيم الا موت وما عندي جهد ليك ما بقى فيا نفع. ايوا اختكم نهضت دخلت البيت وبقات كيبكي بكي. ابقى فيا غير الكذوب اللي كيكذب عليا. الراجل حد ناوي يتزوج وبنت قد بنته ويقول لك انايا ما بقاش عندي الموتور ويجي يكذب عليا انايا. صافي قال لي ما بقى فيا جهد وما بقى عندي خاطر. هنا حلفت الا خليتها فيه. ايوا من بعد ايام غادي نكتشف راجلي على علاقه بواحد خيتي اللي غي كتاكل ليه رزقه، وهذا الشيء كامل عرفته غير من جارتي البركاكه اللي مقابله غير فلان وفلتلان. المهم ملي قالت لي شنو كاين وبالدليل والبرهان الراجل كيمشي يبات عندها بالعلالي. هاد خيتي اي واحد الخانزه منها ما كاين. المهم قلت ليها اجرتي سيري بحالك ومني نعيط لك اجي لعندي راه حاجتي بيك ضروري. قلت لي واخا هي الاولى. فعلا خليته حتى مشى. نطي على مولاتي لبست عليه الابيض فتحت باب الدار وعيطت لجارتي. لجارتي قلت لها الحقيني يا جارتي راجلي مات. وبقيت كنليد وقول ليهم لمن خلاني ومشى زماني وتجراسي تجراسي مشى وخلاني خلاني نلبس موراه الابيض اويلي احياني. وجلست كنليد. جارتي ناض جمعت عليا صحاب الحسنات كاملين واللي عزيز عليهم يليدوا في الموت جبتهم لي. ما كملتش يا وليداتي خمسة ديال الدقائق حتى قلبت عليا الحومه كامله. كلشي الناس عرفت راجلي مات وجاو كيعزيوني فيه. هما كيبكيو على راجلي وكيعزيوني فيه وانا كنبكي على راسي اللي بقيت خلا. ايوا هي هذيك فرقت رجليها وبقيت كندب وكنقول اليوم كبتي مشويه زماني وتاج راسي مشى وخلاني وحدانيه. مات الكبيده ديالي وشكون يكون بيا وشكون يدخل ويخرج عليا. ايوا كنلحن وكنليد بالمعقول. شو نقول لكم الدنيا تقلبات علينا وبديت كنوجد في العزو ديالو هو عايش. شويه هو جا داخل الدار علينا لقاني كنليد وكنقول لهم راجلي بات ولادي مات وخلاني مورا مشويه مقليه. السيد بقى مصطوم فيا دخل كيسولني مالي. انا كنشوف فيه وكنليد وكندب وكنقول ليه فلان مات وخلاني. الناس ملي شافته واقف حدايا عايش وحي يرزق كلشي تبهض فيا. بقى لي مالك يا هاد المراه ما حنا على هاد الفعل واش انت بغيتي تقتليني وانا عايش؟ قلت ليه ياك غير النهار الفلاني قلتي ليا بلي انت مايت واللي عطا الله عطاه. اللهم نبكي عليك هاد الساعه ونلبس عليك البيض ونطيق الكذبه اللي كذبتي عليا ولا نبقى نسمع عليك اللي ما يتعجب. قلت ليه انا مخليني يا الشماته من موراك وحدانيه وعطيها الزهوله لا ومالي وتقرقي بسطالي ومع من بعدها مع بنات اللي صغر من ولادك. بقى غير كيشوف فيا وداب في بلاصتو يحشم وبقى كيسكت فيا. الناس ملي سمعوا كلامي نادو خرجوا مشاو بحالاتو. هو بدا كيخصم عليا بدا كيزعف انا كنليد هو كيزعف. كنقول ليك انت متي. ايوا خليني نبرد على قلبي راه عامر عليا. ايوا خالتكم في الطومه بكات حتى شبعت. بقى كيسكت فيا ما بغيتش نسكت ليه. سمح فيا وخرج وخلاني حتى تدنت ترجع للدار. ايوا انا بقيت لابسه عليه الابيض 40 يوم 40 يوم 40 يوم يا وليداتي وانا لابسه عليه الابيض. حتى ندمتو
على ما دار فيا، ولا كيطلب وكيرغب وكيقول ليها العار الا ما زولي داك البيض اللي راكي لابسه راه فال خايب عليا. قلت ليه والله ما نزولو يا الحبيب ديال القلب حتى ترجع ليا كيف كنتي وتبعد عليك الخنزات اللي مطمعهم بالدار. قال لي غير زوليه والله حتى نكتب لك انتي الدار، غير هنيني راكي فضحتيني مع الجيران. قلت ليه الجيران عارفين اخبارك كامله وهما اللي كانوا كيجيبوا ليا سرايرك وكيتعاودوا بك في الزناقي. المهم ما خليت ليه غير اللي نسيت، هو كان دفع عليا ولادو رغبوني وطلبوني باش نعال الشيطان. ايوا انا الكيه ديالو كانت في قلبي وكانت حارقاني حريق، وراه ماشي سهله ماشي سهله اختي سنوات وانتي مضحيه معاه بشبابك بصغرك بعرق كتافك. النهار طلع ليه الشان وربى الريش يحرمني من الحقوق ديالي، في الاخير هو كذب عليا وقال لي باللي مات وما بقاش قد. اللهم لبس عليه البيض ونبكي عليه شويه ولا نبقى نتعصر عليه حياتي كامله. المهم ما زولت عليه داك البيض حتى رجعتو لبيتو ورجعتو لدارو ندمتو مليح وبالمزيان على ما دار فيا. ايوا هو من بعد رجع معايا للبيت وشد معايا الخط. ايوا الحمد لله دابا هادي قريب 4 سنوات وحنا عايشين مزيان وبخير وعلى خير. ولدي المتوسط خطبت ليه بنت الناس وجوجته، مراتو حاليا معايا انا، مهلية فيا ومهلية فيها، حاسبها بحال بنتي وحتى هي الصراحة بنت الناس وحاسباني بحال الأم ديالها وكتر عاد. أما ولدي الصغير مازال مهداش الله يتزوج، قالك حكة محكة بلاتي عليه عاد يتزوج. وهذا ما كان يا وليداتي، وهذه هي قصتي وحكايتي، قصة خالتكم في الطومة اللي لبست على رجلها البيض 40 يوم وهو حي يرزق. وهذا ما كاين، وفي النهايه كنشكر بنتي امينه وكنقول ليها انا كنبغيك بزاف بزاف بزاف، والله يفتح عليك ببال الخير، والله يسهل عليك، والله يبعد عليك الشر ديال الحسد، الله يعطيك ما تتمني، والله يفك الكربه ديالك. وشكرا على المتابعين والمتابعات ديالها اللي ديما مساندينها. وهذا ما كاين وبسلام عليكم. امي في الطومه يا امي في الطومه، الله يطول عمرك ويخليك لينا والله يخليك تاج تاج فوق راس راجلك ان شاء الله. صراحه كتستاهلي كل الخير، كونك امراه طيبه الله يجازيك بخير على الدعوات ديالك معايا، عافاك بغيتك تدعي معنا حنا كاملين اللي راحنا واقعين في هذا المشكل. الله يفرج علينا. وكيف ما سمعتوا احبائي حبيباتي القصه ديال منى في الطومه اللي حبت انها تشارك معنا بالقصه ديالها باش حتى حنا نترخفوا شويه زعما نشطوا شويه كما كيقولوا ونساو الاحزان، لان الصراحه هادشي اللي واقع مؤخرا لبزاف ديال الناس ماشي بالهين وماشي بالسهل، لان صعيبه بزاف وجاتنا قاصحه كيف ما سبق لي وقلت لكم. فعافاكم الله يجازيكم بخير، يعني خصكم توقفوا معنا وقفه رجل واحد. انا ثقه في المتتبعين ديالي، ثقة في المتابعين ديالي كانوا سواء رجال عيالات، ثقة فيهم ثقة اللي ربي اللي شاهد عليها، وثقة في الله سبحانه وتعالى اولا، ويقيني في الله كبير ان الله ما كيسد باب حتى كيفتح بيبا، ولا سد شي باب كيسدها وكيكون من الخير، كيكون فيها خير لينا حنايا. فواخا حنا ما كنتقبلوش الامور يعني وما كنتقبلوش النصيب ديالنا 100%، لان عادي حنا انسان وبشر ضعيف، ماشي حنا ما غاديش نستوعبوا ديال ان كلشي فيه الخير، ويعني ما عندناش داك الطاقه كبيره زعما داك الدرجه ديال اننا نتقبلوا كلشي بصدر رحب، ولكن كيحزن الانسان شويه وكيولي عاوتاني يرجع لسيد ربي وكيقول هادشي اللي قسم الله. والله سبحانه وتعالى شو كيقول في القران، انما نبلونكم بنقص من الاموال والثمرات والانفس وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نتمنى ما نكونش غلطت في الايه، صدق الله العظيم. فاحنا كنقولوا ان لله وانا اليه راجعون، وربي يدير لنا شي تاويل الخير، وربي يفتح علينا شي باب واحد اخر الا كانت هذه يعني صافي ما بقاتش غادي تتحل، فالله يدير لنا شي تاويل الخير، لاننا حتى حنا كنخدموا وكنتعبوا وماشي هذا الشيء سهل، راه والله ما سهل، راه الانسان كيحسب له دابا حنا غير كنشدوا هكا الميكرو كنبقاو نسردوا كنبقاو نهضروا داوين، راه حنا كنوصلوا واحد الصوت ديال الناس اللي كيكون زعما بصح كيكون خاص الانسان يسمع الصوت ديالو، سواء الناس اللي كيديروا الروايات اللي كيكونوا زعما خياليه، لان حتى داك المحتوى مفيد كتلقى فيه عبر الانسان يقدر يعاود قصه وتكون فيها عبره واخا تكون غير من الخيال يعني، ولكن كيكون فيها عبر، كيكونوا روايات زعما. الصراحه انا من عشاق الروايات اللي كنت كنقراهم في الكتوبه، كنت مدمنه على القرايه ديال الروايات واخا ما عرفتهمش انا كنعيش، المهم انني كنعيش معاهم كانهم حقيقيين.
هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. الله يفتح علينا وعليكم يا ربي، وعلى هاد الناس مساكن اللي كيعانيوا من المشكل ديالي. الله يفتح علينا يا ربي، وهاد النهار الجمعه يا ربي يا ربي يا ربي، والله يدير لنا شي تاويل ديال الخير ويفرحنا يا سيدي يا ربي يا ربي، وعطينا شي فرحه تدمع لها اعيننا. ما سخيتش بكم، وبحال ديما كنقول لكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.